انت عم نعرف انه وجودك مع والدك وقت تصوير الكليبات وقت الكونسرت هو يلي قربك على الغناء، خليك تحبي انك تغني؟ ايه هلا انا كنت غني، الموهبه بتجي يمكن الصوت الحلو من عند الله أكيد. بس الاجواء كمان بتساعد، يعني بتلاقي اوقات ناس يمكن صوتهم حلو بس انا عندي رفقه صوتهم حلو ما بيفكروا يغنوا. هلا انا يمكن جو بيك تحس انه عبالي يكون مثله، كنت شوفه انه يروح على الاستوديو حب رفقه على الحفلات، حتى كنت اطلع غني معه اوقات او ارقص. فايه لا كنت حب كثير. كان دعمك بالاول خصوصا انه شفناكم سوا، كنتوا رقصتوا بدانسينج وذ ستارز. بي من النوع يلي ما كثير بيحكي، ما بيعبر، ما بيفوت بتفاصيل حياتنا، يعني ولا انا ولا اخواتي ولا امي، ولا مره هو كان يمكن يقول لي انه انت صوتك حلو لازم تغني ولا ما تغني ولا شيء، بس كان يخاف، يعني كان يسالوه ويخاف علي يقول هيدا المجال صعب مش هين، وهو قطع فيه وبيعرف بيعرف، فايه كان يمكن بخاف. بس انا كنت كفيت دراستي للاخر ورحت على الجامعه وعملت بزنس بالايوبي، واخر شيء خلص يعني صرت بعمر صرت قادر اخذ انا قراراتي وخياراتي بالحياه وتركني يعني اعمل. انت قريبه من كولات، بنشوفكم سوا ثلاث ارباع الوقت بلبنان وبرات لبنان، وقتها كنا نقدر ما كان في لوك داون بباريس فاشن ويك وبالسفرات. اي متى بتاخذي نصيحه كولات واي متى وبشو بتاخذي نصيحه عاصي؟ نصيحه كولات بالحياه اكثر، بالشغل بكل شيء، يعني دائما انا وصغيره كنت اتخانق كثير انا وياها، مثل انه نتشارع، يعني دائما انا رايي شيء وهي شيء. ليك على طول ام والبنت هيك، يعني ما تفكر حالك لحالك. ما هيك كنت كثير انا وياها عكس بعض، بعدين صرت انتبه انه كل شيء قالته كان معها حق، صرت اقشع غير هلا، فلا بسمع لها كثير وباخذ رايها، واذا هي شي مره في شيء منه عاجبها بخلص بصير ضل فكر فيه انه بضايقني هذا الشيء. بي اكيد باخذ رايه بالاشياء الفنيه، يعني مثل اذا شيء بغنيه هيك اشياء فنيه كثير، يعني هي شغلته. بتطلعي على الحلانيه كثير؟ بطلع هلا، نحن وصغار كنا نطلع كثير، بعدين ما بقى كثير طلعنا لانه المدارس والجامعات والاصحاب وكل شيء كان هون، رجعنا هلا اكثر مع الكورونا اللوك داون. هذيك الصيفيه كلها قضيتها فوق وتعلقت كثير بالضيعه، يعني كثير كثير حلوه القعده فوق. وقتها بدك هيك تهربي من الضغوطات والستريس اللي عايشه فيها، وين المحل بتحبي تروحي تقعدي فيه؟ بحب اقعد باوضتي بالبيت. انا صراحه بحس تيك توك، بحس انه هذا هو الاسكيب تبعي. كنا عم نحكي انه باوضتي بصور كل شيء بعمل كل شيء بس كون لوحدي. في فتره كنت كثير صور تيك توك لانه كنا قاعدين بالبيوت وكنا سوبر. تبقي مهضومه بالكاركترات اللي تعمليها وتلبسي الفولار وتصير تقلدي اللي بيمثلوا. بتعرفي لانه ما بحب صور فيديو كيف ما كان، يعني بسمعه كذا مره بحفظه وبجرب انه شوف شو في اكسسوار قادر استعمله ليلبق، يعني بحب اعطيه عن جد مشان هيك يمكن الناس حبه لانه ما استلشقت فيهم. شو يا عتاب؟ انا تزوجت وزعيني. الف مبروك. مبروك. كثير انبسطناني. استفدت لكم كثير بالعرس. اكيد بدي احسد كمان. بس اكثر شيء لعبير، لانه عبير كان بحبني من قلبه. انا من العصير كارت بلانش لبلبل مجتمعين بلاش يعني. قد ايه بتحسي انه لازم على طول تضلك تعملي قصص حتى المتابعين تبعك يضلوا يتابعوك؟ انت كمان اسم الله عندك 3.5 مليون فولورز. اسم الله ميرسي. انا يعني بجرب قد ما فيني اكون اكتف، يعني هلا مثلا بس يكون عندي اعمال جديده بركز عليها، اذا ما بيكون عندي شيء هلا نازل بجرب يمكن تيك توك بنزل اشياء، فلوجز حتى على يوتيوب وعلى فيسبوك عم نزل فيديوهات لفيسبوك، يعني على كل بلاتفورم بجرب حط شيء خصوصي لها كرمال الناس اللي عم تتابعني انه يكون عندها شيء سبيسيال لها تشوفه. ماريتا وين بتشوفي حالك بعد 10 سنين؟ ما بعرف، يعني انا بعيش اللحظه، يعني اكيد عندي احلام عندي طموحات كثير بشغلي هلا اللي عم بعمله بالتمثيل، كثير حابه اعمل ادوار جديده، كل مره اعمل شيء جديد شيء غير، ما عبالي اكرر حالي، يعني بدي انتبه كثير على هذا الموضوع.